سلام البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو عباره على تتمة الفيديو اللي سبق اللي كنت فيه تفصيل ديال القميجه او القميص ديال النساء ديال البرد. هذا الفيديو فيه طريقه ديال الخياطه ديال القميجه كشكل عام وطريقه ديال الخياطه ديال الكول. تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كاع المراحل. هنايا اول حاجه كنبداو بها هنايا عندي ماكينه ديال السورجي كدير خياطه وسورجي في نفس الوقت. غادي نخيط ونسورجي في نفس الوقت. الا ما عندكش بحال هكا خياطه وسورجي تقدري تسورجي في الاول، من بعد كتمشي كتخيطي بالبيكوز. هنايا اول حاجه كنجمع هي الكتف، كنتاكد بلي الخياطه غاده مزيان. كنجمع الكتف مع بعضياتهم، كنفرش الخلف من تحت الوجه من الفوق كيجي، وكندير فوق منه الجناب ديال الامام وكيجي الوجه على الوجه. صافي ني تنخيط الكتاف ديالي بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي ناخذ الكمام. الكمام كندوز ليهم التركيز. اول حاجه كنخيطو، كنبدا من الجهه ديال الصدر باش ندير خياطه واحده. كنهز الكم ديالي، كنحاول ندير علامه على المنتصف ديال الكم باش يجي ليا فوق الكتاف نيشان. انا تنخدمو في نفس الوقت كنتاكد من العبارات ومن المقاسات واش هما هادوك باش هكا نعرف واش الخدمه غاده مزيان. صافي كنكمل بحال هكا كيف ما كتشوفوا. هنايا كنحاول الكم دائما كنشربوه، هذه قاعده دائما كاينه في الكم. الكم الفوقاني كيف ما كتشوفوا كنحاول نشربو باش ما يجيش باش ما يجمعش ليا الكسدات التحتانيين، باش ما يجمعش ليا هذوك القطعتين ديال الامام. الدور ديال التركيز الا جاب الله كنت كنجبد الفوقاني، الا كنت كنجبد الكم غادي في الاخر غادي يبان الديفو في البياسه، غادي تكون معيابه، غادي يكون غادي يبان عندي داك التكماش كيف ما كتعرفوا. صافي هنايا دوزت الكم الاول، غادي ندوز الكم الثاني. انا ديك العلامه اللي قلت لكم ضروري ديروها كتساعدكم باش تاكدوا من المقاسات ديالكم، تاكدوا باللي غاديه الخدمه مزيان. وانا كنخيط وفي نفس الوقت كنتاكد باللي هذاك هذيك القطعه ديال المقص اللي درت كتجي من فوق الكتاف، ونرد البال دائما اللي يمشي ليا الثوب يكون داخل ليا شي طريف ديال الثوب من التحت، ما نردش ليه البال حيت راكم عارفين الماكينه ديال السورجي فيها موس يقدر يتقطع الثوب ولا شي حاجه. هنايا صافي كنساليو التركيز بحال هكا. من بعد غادي ندوز للجناب ديال القطعه، غادي نبدا من الكم من راس الكم من الفوق، وغادي نبقى غاده معها حتى لتحت. هنا غادي ندير واحد الكرانه البلاصه اللي غادي نحبس فيها الخياطه، جات في ديك الدوره اللي كنا درنا في الاسفل، البلاصه اللي غادي خصني نحبس فيها الخياطه، وغادي نديرها من الجهه الاخرى حتى هي باش انه يكون نفس العبار نفس القياس من الجهتين. هنايا هذا الكم كنجمعو من الجنب، كنتاكد باللي الخياطه كاينه فوق الخياطه في الاخر ديال التركيز بحال هكا. صافي كنكمل كنبقى غاده مع الجنب حتى لتحت. هنايا تنحاول نقاد هذوك الخطوطه باش يجيوني على بعضياتهم، باش يجيوني بحال من الجانبين بجوج. صافي هنا وصلت هذيك الكرانه، غادي نحاول نحبس فيها بالضبط. هي كنمشي للجهه الاخرى كنعاود نفس الطريقه. الصراحه هذا الموديل ساهل، ما فيهش حتى شي تعقيدات، ما فيهش شي قطعه اللي نقولوا انها غادي تصعبوا، هو ساهل وبسيط وكيجي انيق وزوين، خصوصا الثوب ديال البرد اللي تيكونوا واقفين كما تحتاجي ديري فيهم كثرت القطعات ولا كثرت لي بلي ولا التكماش ولا هذا. هو تفصلي سامبل وكيجي زوين حيت هو واقف شاد في راسو. صافي هنايا كنبقاو غاديين مع الجنب الثاني حتى هو حتى تنكملوه. ولا عجبك المحتوى ما تنسيش تخلي لي لايك باش هكا نعرف بلي المعلومه كتوصلك والفيديو عجبك، ونزيد ان شاء الله ندير فيديوهات اخرين. صافي غادي ندوز السورجي الان الا لاحظتوا قطعت الخيط الرابع اللي كيدير الخياطه، حيت صافي دابا ساليت الخياطه غادي ندوز غير السورجي لتحت لغلي. غادي ندوزو ليه السورجي باش الا غادي نخيطو كيجينا ساهل واحد شويه، ما تيبقاش داك التشناف ديال الثوب. كنبقى غاده مع غير شويه، راكم عارفين كاين دوك الدورات ديال الجناب ما كيجيو عاديين في السورجي، زعما كتبقاي غاده بحال هكا مع الثوب رخفة عليه وفي نفس الوقت شداه كان وجهه انا فين ما بغيت.
هنايا غادي نحيد هذيك الحاشيه ديال التوب. كيف ما كنقول لكم ديما غادي تبقاو تحيدوها، ما تخليوهاش، حيت الا خليتوها كدير لكم الديفو في الخدمه. كنحيدوها، العبار ديالها اصلا انا ما مدخلهاش من الاول، ما كندخلهاش في العبار. فاش كناخذ العبار ديالي راه كان ما كنديرش بحسابها، كنحيدها صافي. دابا غادي ننتقلوا للماكينه ديال بيكوز باش اننا نكملوا الخياطه ديالنا. غادي نبداو اول حاجه بالبلاصه اللي تيكونوا فيها الصدف، هي اللي غادي نجمع. انا غادي نجمع 2 سنتيم على 2 سنتيم كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، وكنخيطهم، كندوز خياطه. تقدري دوزي الخياطه من التحت اولا من الفوق بحال بحال، المهم هو انك تني مزيان هذاك المقاس باش انه تبان الخدمه ديالك مفينيه، ما تجيكش مراجله. لاحظي كيفاش كندير هنايا، كنحاول دوك الخطوطه بحال قلتي، دوك الخطوطه هما اللي تيقيديوني، كنحاول نجيبهم مع بعضياتهم باش تكون هذيك التنيه غدا مقاده مستقيمه. ضروري انني نديرها هي الاولى عاد باش ندير الكل، ما يمكنش ندير الكل هو الاول. صافي بحال هكا كنبقى غدا معها نيشان، كنقاد دوك الخيوط وكانت هنايا كاين اللي كيتنيها نيشان هي على 4. انا الا كندير 2 تنيات هو اختياري، كل واحد كيدير داكشي اللي بغا ولا داكشي فاش مرتاح. تقدري ديري مثلا الا كتجيك هاد الطريقه صعيبه بحال هكا، تقدري ديريها غير على مره واحده 4 سنتيم كلها، كطويها وكدوزي خياطه. انا كنفضل بحال هاد الطريقه هادي. صافي كنبقى غاديه مع النصف الاخر حتى هو بحال نفس الطريقه، كنحاول نقاد هذوك الخطوط كيجيو مع مقابلين مع بعضياتهم باش هكا كتكون البياسة غدا مقادة مفينية. صافي وكنكمل الخط ديال الصدف باش انني ننتقل للتركاب ديال الكول. تا هو راه بطريقة سهلة، الكول غادي تلاحظوا معايا الطريقة سهلة وبسيطة، تقدر اي وحدة ديرها، ما ماشي ضروري تكوني قارية الفصالة او الخياطة باش انك تطبقي هذا الموديل. الصراحة حاولت نستعمل فيه واحد الطرق اللي هما بساط، لا في البصاله ديالو لا في الخياطه ديالو، حتى في الشرح كنحاول نستعمل كلمات اللي يقدر يفهمهم اي واحد باش هكا توصل المعلومه لكاع الفئات. وكيف ما قلت لكم ماشي ضروري تكوني قاريه الفصاله والخياطه باش انك تعرفي تطبقيه. هنايا كنحاول ندير واحد الكرانه في المنتصف ديال الكل من اللور، وغادي نعاود نفس الطريقه في القطعه ديال الكل حتى هي، باش ملي نكون انا خدامه في نفس الوقت كيف ما قلت لكم دائما كنفيريفي ولا كنتاكد من المقاسات ديالي واش غاديين هما هذوك. كيف ما كتشوفوا هذه البلاصه التحتانيه هي اللي كتركب من فوق للقميجه. هنايا كنبدا الخياطه، كنبعد سنتيم، ما كنبداش من القنت، كنبعد سنتيم عاد كنبدا الخياطه ديالي، وكنبقى دايره بسنتيم سنتيم حتى كنكمل كل شيء. نفس الوقت خصني نبقى شاده في الكول مزيان، هنايا كاين جوج قطعات كنبقى شاده فيهم باش ما تهربش ليا وحده على الاخرى، وحيتاش غالبا الماكينه راه كتجر هذاك التحتاني اكثر من الفوقاني، داكشي علاش خصني انا نشد فيه مزيان. هنايا كنخلي ثاني سنتيم، ما كنزلش الخياطه حتى الاخير، كنخلي واحد السنتيم وكنحبس الخياطه ديالي. صافي هنايا غادي خصني ضروري نقطع هذوك الجوانب بحال هكا اللي كتشوفوا في الفيديو باش كيجيو غلاضين كيبينوا الديفو في الكول. ضروري نقصوا منهم، نحاولوا ما نوصلوش الخياطه غير نقصوا منهم شويه. صافي هنا غادي نقلب الكول، غادي نقلبه بحال هكا باش انني نبدا نلصقوا على القميجه. فهاد المرحله من الاحسن نستخدموا المصلوح باش انه يعاوننا يفيكسينا البياسه. انا ولفت كنخدم بلا مصلوح الصراحه، ولكن الا بغيتي تيك الخدمه اسهل من الاحسن تستخدمي المصلوح في هاد الحاله. صافي هنايا غادي نبدا نركب الكول على الشوميز. كنبدا من القنت ديال الثنيه ديال الصدف كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كنبدا نركبو من تما، وانا تنركب في نفس الوقت كنرد البال لهذاك العلامات اللي درت في المنتصف خاصهم يجيوني مع بعضياتهم. انا تنركب في نفس الوقت كنعبر باش نتاكد بلي الخدمه ديالتي غادا مزيان. اصلا الا كان العبار، الصراحه الا كان العبار من الفصاله مقاد من الاول راه ما خفتي والو، كتجيك الخدمه مقاده. بالنسبه للاخوات اللي تيخافوا مثلا لا ما يجيهمش العبار هو هذاك، كنبقى حتى الاخير، حتى كنركب مثلا القميجه ديالي كنلصق الكتاف مع بعضياتهم، وكنتني
نية ديال الصدف، عاد كنعبر الدوره ديال الكول، ديك الساعه كتكون عندي مقاده، عاد كنعبرها، من بعد نمشي نفصل الكول بهذاك العبار اللي لقيت، ديك الساعه غادي يخرج لي العبار مضبوط. صافي هنايا من بعد ما خيطت هذيك البلاصه الفوقانيه، غادي خصني نخيط البلاصه اللي من الداخل بهاد الطريقه حتى هي كيف كتشوفوا. انا كنتني هذاك سنتيم اللي خصو يدخل، وفي نفس الوقت كنخيط، كنقاد الكول ديالي بشويه، كنقاد الكول ديالي كنتني، وكندوز خياطه كيف ما كتشوفوا دابا في الفيديو، كنتني واحد سنتيم كنحط وكندوز الخياطه ديالي. كنتمنى يكون واضح عندكم في الفيديو، هي صراحه طريقه بسيطه وسهله، الا تبعتيها كيف ما هي راه غادي تجيك الخياطه ديال الكول سهله وبسيطه، وغادي يجيك الكول مقاد مفيني. بالنسبه للعبار اللي كنت قلت لكم، كنا في الاول درنا 5 سنتيم الا كنتو عقلتو، الشوكي كيجي بحال هكا، كيجي صغير مجموع. كيعجبني انا في لي شوميز بحال هكا، ما تيجيش كبير وما تيجيش تاني صغير بزاف، كيكون كيبان زوين. صافي هنايا وصلت للقنت كاع كيف ما كتشوفوا، هنايا ساليت الخياطه ديال الكول ديالي، ها هو كيفاش كيجي. شوفوا هنايا كيجي مقاد مجموع مفيني وبدون تعقيدات، بدون حتى شي حاجه، طريقه بسيطه وسهله. ها هما كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا. صافي كيبقى لي غير ندير ليه الصدف. هنايا غادي ندير معكم واحد، كتعرفوا في لي شوميز تتكون فيهم واحد الفتحه عند الكمام، كتكون في الجهه ديال الخلف، هنايا غادي نزيدها تقريبا، كتكون فيها واحد 5 سنتيم او 6 سنتيم. كنركبوا ليها واحد الباندا باش كنقدروا نفينيوها. هذيك الباندا كندير فيها 4 سنتيم في العرض ديالها، وفي الطول تقريبا كتكون 10 سنتيم، كتبقى عندي ديك 10 سنتيم. الا جاب الله زاد شاط ماشي مشكل، ديك الساعه كتحيديه في الاخير، احسن يكون وافي باش ما يخصكش الحساب. انا غنركب ليها دابا هذيك الباندا كيف ما كتشوفوا، هي هذه كنحط لوجه على لوجه. هنايا كتشوفوا لوجه ديال القميجه، كنحط لوجه ديال الباندا على لوجه ديال القميجه. غادي نحاول نخيط كيف ما كتشوفوا في الفيديو، غنخيط حتى للراس ديال ديك الفتحه مباشره، من بعد غادي نقلب باش نخيط الجهه الاخرى. هاد الطريقه حتى هي كاينين بزاف ديال الطرق، ولكن انا كتجيني هذه ابسطها، كتجيني سهله، تقدر ديرها اي وحده. شي بحال هكا كندوزو الخياطه كتركب، من بعد غادي نقلب للجهه الاخرى، غادي نتني جوج المرات بحال هكا، غنتنيها جوج المرات، من بعد غادي نعاود ندوز الخياطه. وانا كندوز الخياطه كنرد البال هذيك التنيه اللي درت من التحت، خاصني نحس بها، كنمسها بيديا واش غدا عليها الخياطه نيت هي مباشره. كيف ما كتشوفوا بحال هكا كنقاد هذيك التنيه، كندوز عليها الخياطه، صافي كتكون ديك الفتحه مفينيه مقاده كيف ما كتشوفوا هنايا في الفيديو. دابا غادي ندوز هذيك الخياطه، انا كنتاكد من هذاك التنيه كيف ما قلت لكم. صافي تقريبا هادو اخر اللمسات اللي كاينين، كيبقى لغلي. هنايا الباندا ديال الكمام ديال الصدف كنت صورتها، ولكن ما لقيتهاش في الفيديو، غيكون طفى التليفون ملي كنت كنصور. هكا كتجي هذيك الفتحه كيف ما قلت لكم، كنخيط ليها باقي هاد البليصه هادي صافي، باش كتفينا ليا، وكتجي جهه فوق من جهه، باش هكا الا درتي الصدف دائما كتجيك واحد الجهه اللي فيها الفتحه ديال الصدفه فوق من الجهه اللي فيها الصدفه، بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هكا كنكون سالينا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالك، وتكوني استفدتي معايا ولو بالقليل. الا مازال ما مشتركاش، اشتركي معنا في القناه وفعلي زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد. والا عندك اي تساؤل دائما خليه ليا في التعاليق، وشكرا لك على المتابعه.